السلام عليكم، كديرين؟ لاباس، بخير، هانيه. نتمنى تكونوا بصحه جيده. معكم هند لام، فيديو جديد. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، صورته لكم فاش كنت في البلاد، ونتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا ديال الحصاد وديال كاين الحمص، كاين القمح، كاين المهم وشي حوايج هكا بحال هاد الخروب، بحال المهم داكشي اللي صورت لكم من عند العائله. نتمنى يعجبكم، وسمحوا لي على الصوت ديالي، راني شويه عيانه، داكشي علاش كنت هاد الايام غابره عليكم ما كنزلت فيديو. نتمنى تقبلوا الاعتذار ديالي وسمحوا لي بزاف الا غبت عليكم. راه كنت شويه مريضه من الحساسيه، ما كنقدرش نهضر بزاف باش نسجل لكم الفيديو ولا شي حاجه، سمحوا لي بزاف. وهانتوما معايا في هذا الفيديو هذا، نتمنى تديروا لايك وتشتركوا معايا وديروا ابوني، وشكرا بزاف لكم كاملين على لي كومونتير ديالكم وعلى السؤال ديالكم، شكرا لكم بزاف. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. المهم غير بغيت باش ما نغبرش عليكم ودرت لكم هذا الفيديو هذا، كنت مصوره ديجا مونطيتو وحطيتو لكم، وشكرا لكم بزاف بزاف. شكرا لكل اللي سول عليا، والحمد لله دابا راني شويه شويه الحساسيه وصافي. شكرا، الحمد لله على كل حال، والشكر لله. وهانتوما معايا في الفيديو، مرحبا بكم معايا في هاد المناظر هذه الرائعه. هذا خلاص هاد العين، راني كنت فايته صورتو لكم ديال بلادنا، هانتوما كتشوفوا. وكاينين حدا واحد البطاط تما مساكن، عايشين في داك الربيع وداك القمح، ملي كيكونوا الناس كيغسلوا تما القمح وداك الشيء، داك الشيء عايشين. ايوا المهم نتمنى يعجبكم هذا الشيء، نتوما المناظر، نتوما معايا في هذه المناظر الزوينه، وشكرا لكم بزاف. ما غاديش نقدر نكمل لكم الفيديو كامل بالهضره ديالي، لان باقي صوتي شويه مزعزع. ها نتوما هنايا عند واحد العائله ديالي، كنشكر فسيحه كنشكر فسيحه مرت خالي، هذه عندها هذا الشيء صورت عندها في دارها، وكاين عندها هادشي تبارك الله. كاين هاد الشجور ديال، كاين الخروب، وكاين الليمون، وكاين العنب، وكاين دايره داكشي زوين ما شاء الله، اللهم بارك. والله يحفظ لها وليداتها، والله يشافي لها بنتها هي. هذا هو اللي كاين احبابي، انتم معايا في هاد الفيديو هذا، شكرا لكم بزاف، شكرا بزاف. انتما ما عندها بيبي وعندها هاد المسائل بحال هكا، ترجمة
نظرك وزيد في بالك. قطة سيبا تبعاني في الرحلة. بقى تبعاني في الرحلة ديالي. هذا الدوم كيصيبو به هنا في البلاد الشطابات، اللي بغى يشطب به الفران ولا يشطب به، المهم يديرو به الشطابات كيفاش كنو.
كاينه لما كاينه هي كتبان لكم راه كتحصد القمح والزرع. جاتني شويه هذا، كاينين غير رجال تما، ما مشيتش باش نقرب بزاف باش نصور لكم. مره اخرى ان شاء الله، ان شاء الله نهار نكونوا كنحصدوا ديالنا مره اخرى ونكون حاضره ونصور لكم. ايوا المهم هذا الشيء اللي قدرت نصور لكم ونشاركه معكم، بحال هكا الحصاد وبحال هكا الطبيعه هذه الزوينه. ايوا الحمد لله على كل شيء اللي كتجي من عند الله. مرحبا بخيرات ديال الله، وشكرا القدره الالهيه، الله يقوي الخير على الجميع. هذا العام تبارك الله كاين خير وكاين القمح وكاين كل شيء، الناس راه صيفوا، الفلاحه فرحانين الحمد لله. حتى القمح غير خاص دابا مني كاين موجود، والبال ايوا الحمد لله على كل حال. انتما كتشوفوا راه الناس كيحصدوا. ايوا وهنايا في الطريق ديالي بغيت نصور لكم هاد اللوبيه اللي لقيتها غارسينها هنايا شي عائله ديالنا تما، وصورتها لكم. كاينه الدرا هنايا وكاينه حداه اللوبيه خضراء، اول مره كنشوفها انا كيفاش كتنبت في الارض، ما شاء الله تبارك الرحمن. اي والله يسر الامور للجميع، وانتم فرجه ممتعه معايا في هذا الفيديو. شكرا لكم كاملين، شكرا لكم، كنتمنى يعجبكم هذا الشيء اللي كنقدم لكم. ودعموني بلايك وابوني، وقبلوا عليا على الفيديوهات ديالي. هذا هو البال من كيحصدوا كيدوز البوتلوز، هذا هو البال اللي يكون على الشكل هذا الشكل هذا. وانتم كتشوفوا اللوبيا كي دايره، بعد ما كطيب كيحيدوها وكي يخضروا بها بحال هكا. الا بغى يخضر بها بحال هكا، بلدي بغى يخليها حتى كترجع بيضاء حتى كتقصح، باش كيحيدوها يجمعوها عاوتاني كاين اللي كيعاود يزرعها. وهذا القمح ملي كنجيبوه من الماكينه هكا كيكون هكا، كيكون على هذا الشكل هذا، وكيجيبوا العيالات كيغربلوه وكيحيدوا منه داك الوسخ ديالو باش صافي كيمشيو يغسلوه. وكاين اللي كيغسلو ياكلو، كاين اللي كيديروا ليه الدواء وكيجمعوه على دور العام باش كيبقاو يغسلوه. وهذا الشيء اللي كاين، هذا هو القمح تبارك الله. هذا القمح ماشي فارينة، هذا القمح. ايوا نتمنى يكون راق لكم هذا الفيديو هذا، وشاركت معكم داكشي كاع اللي شفت في البلاد واللي قلت غادي يعجبكم. راني صورته لكم، وقبلوا عليا ودعموني بابوني واشتراك ومع العائله والاصدقاء. وشكرا لكم، واسمحوا لي على الصوت ديال اليوم، راه غير بغيت ما نخليكمش ما نخليش القناه ما ندير فيها حتى شي حاجه، وما راني باقا شويه الصوت ديالي ما واضحش بزاف. انتما بقاو معايا، الفيديو دابا قرب يسالي، وشكرا لكم بزاف بزاف، وفرجه ممتعه.